أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم العين الثالثة. برز نجم الصناعة الدوائية المغربية في السنوات الأخيرة في سماء القارة، إذ أصبح المغرب رائدا في المجال. تقدم راجع للمؤسسات الدوائية التي برعت في مجال تخصصها. فارماسينك مجموعة رائدة في مجال الصناعة الدوائية، تعتبر المصدر الأول للأدوية إفريقياً بطاقة إنتاجية ضخمة تصل إلى 50 مليون علبة دوائية و15 محطة حديثة تسهر على تزويد المستشفيات والصيدليات بشكل مستمر. المجموعة ووعيا منها بخطورة الوضع الصحي بالبلاد، ساهمت في صندوق تدبير جائحة كورونا، كما رفعت من إنتاجها للأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي الخاص بمرض كوفيد 19. لنتابع. مجموعة فارماسانك ترفع من إنتاجيتها للأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى كوفيد 19 تزامناً مع فترة الحجر الصحي. يأتي هذا بعد مساهمتها قبل أيام بأزيد من 800 مليون سنتيم في الصندوق الوطني لتدبير جائحة كورونا المستجد. نسبة هامة من هذا المبلغ كانت عبارة عن أدوية لصالح المستشفيات المغربية. مجهود هذه الشركة المغربية المتخصصة في الصناعة الدوائية يأتي في إطار المجهود الجماعي للتصدي لهذا الوباء وطنياً. خمسة أدوية فعالة في علاج المصابين بالفيروس تخزنها الشركة هنا في وحدة التخزين قبل موافاة الوحدات الاستشفائية بها كلما تطلب الأمر ذلك. هذه الوحدة كتلبي جميع الطلبيات اللي كتجي عن طريق الزبناء اللي كيتواجدوا خارج ارض الوطن، وهنا يعني كتم عمليه كنتحطوا على التصدير. اذا المختبر ديالنا بال بال بال, بال, بال يعني بكل ما كي ما كنشتغلوا فيه من ناحيه ديال التصنيع ولا التوزيع، فاحنا كسبنا تجربه خصوصا لا في المغرب ولا عن طريق التصدير. الحمد لله فيما يخص الانتاج المحلي 100%. وهنا كتخص الإشارة بأنه إحنا يعني مختبر لكيصنع الأدوية في المغرب وبكفاءات وبخبرة مغربية، وهذا كيشرف يعني المغاربة ككل، وكيشرف الحمد لله القطاع بشكل خاص إلى تحدثنا على قطاع تصنيع وتوزيع الأدوية. وهذه الأدوية كلها هي مخصصة وموزعة سواء في التراب الوطني المغرب، يعني في المبيعات المحلية للصيدليات، وأيضا جميع الفعاليات اللي كتشتغل في التوزيع في المغرب، وأيضا كانت كتم تلبية الطلبيات اللي كانت وصلوا بها من جميع المكونات ديال قطاع الصحة في المغرب، سواء المستشفيات أو من وزارة الصحة. صناعة الدواء تنطلق داخل هذه الوحدة الإنتاجية بمنطقة أولاد صالح. أزيد من 600 دواء يتم صناعتها. هذه الوحدة تضم أحدث الوسائل اللوجستيكية على مستوى تخزين المواد الأولية والمنتوجات الصيدلانية المصنعة. هذه الوحدة الصناعية تمتد على مساحة 3900 متر مربع. الوحدة في تنسيق دائم مع وزارة الصحة من أجل سداد الخصاص محلياً أينما وجد، وطاقتها الإنتاجية الحالية تخول لها تصدير عقارات تستخدم في البروتوكول العلاجي ضد مرض كوفيد 19 نحو باقي بلدان العالم. مختبر فارماسانك يعتبر المصدر الأول في مجال الصناعات الدوائية إفريقياً بحكم تفرده بطاقة إنتاجية في الصناعات الدوائية تصل إلى 50 مليون علبة دواء تباع سنوياً. 15 محطة إنتاج حديثة تشغل أزيد من 1500 موظف يسهرون على توريد المستشفيات المغربية بالأدوية اللازمة في أزيد من 400 تخصص حول 25 فئة علاجية. أزيد من 100 مليون دولار حققته الشركة كرقم مبيعات خلال سنة 2018،
بالنظر إلى تحقيق أزيد من 800 مليون علبة دواء تم إنتاجها على أساس سنوي، مجهودات مكنت الشركة من تحقيق 20% من إجمالي رقم المبيعات في المجال الدوائي على الصعيد الدولي في أكثر من 40 دولة. هذا الخط هو خط الإنتاج للدواء الأموكسيسيلين والأسيد كلافيلانيك. هذا الدواء اللي في الظروف الحالية متطلب بزاف، وكنحاولوا إن شاء الله هذا خط من خطوط الإنتاج، وكنحاولوا إن شاء الله يكون متوفر بكمية كثيرة. هذا الخط هو من أحدث الخطوط، وفيه تكنولوجيا شد حديث حديثة كتمكننا من إنتاج كمية كبيرة في وقت صغير، وكذلك بجودة عالية. خطوط إنتاجية عززتها المجموعة لمواجهة خصائص الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا المستجد. الهدف تغذية مختلف الوحدات العلاجية بما يلزم لمواجهة الجائحة. هنا ثلاثة ديال الوحدات لإنتاج هذا الدواء، والمجموعة الوحدات كلهم تنتجوا لنا تقريبا 400 ألف بواط ديال هذا الدواء. هاد الخطوط ممكن نرفعوا من السرعة ديالهم، كنا نشغلوهم في ساعات زائدة. هاد الساعة كنخدموا بلود الصحة والسلامة ديال المستخدمين، كنخدموا بوتيرة منخفضة، ممكن نشغلوا أكثر ساعات، ممكن نرفعوا من سرعة المكنات اللي عندنا. كاين طرق باش يمكننا نسيروا ان شاء الله الا كان طلب اكثر. هنا داخل هذا الخط الانتاجي تجري صناعه الادويه المستخدمه في علاج مرضى كوفيد 19. ازيد من 400 الف علبه دواء تكون جاهزه يوميا رهن اشاره الوحدات الاستشفائيه. وثيرة الإنتاج يمكن أن تتجاوز هذا الرقم كلما تطلب الأمر ذلك في ظل الطلب والخصائص الحاصل على مستوى الصيدليات ومستشفيات المملكة. احنا ستتواجدوا في هاد الوحدة من الوحدات اللي أنا مسؤولة عليها، اللي تيتم فيها واحد المرحلة الأولى اللي تيتم فيها تعبئة ديال البليستر بمجموعة ديال الأقراص، واللي هي المرحلة الأولى، ومن بعد تجي المرحلة الثانية ديال تعبئة هاد العلب بالديبليستر وقبل ما تخرج للمستهلك. داخل مختبر فارماسانك جرى تخصيص مختبرات للقرب رهن إشارة الوحدات الإنتاجية بغاية اختبار جودة المنتوجات الدوائية المصنعة طيلة مراحل الإنتاج. داخل هذه المختبرات يتم الحرص على ضبط كل صغيرة وكبيرة بالموازاة مع الخطوط الإنتاجية المتواصلة. احنا متواجدين في مختبر كيتواجد في وسط الوحدة الصناعية للأدوية، كنراقبوا الجودة ديال لي برودوي من المرحلة الأولى إلى المرحلة النهائية، والهدف منه هو لمراقبة الجودة ديال المنتوج في جميع المراحل ديالو باش يكون في جودة ممتازة. بعد هذه العملية تصل الأدوية إلى هنا، وتحديدا إلى مختبر مراقبة الجودة. يجري سحب العينات عبر مراحل ومراقبة وتحليل المواد الأولية المستعملة في العملية الصناعية. يتم الاستعانة في تحليل الأدوية بملفات تقنية مصرح بها عالمياً ولدى السلطات المختصة في المغرب. لمختبر مراقبة الجودة دور محوري في سلسلة تصنيع الدواء. دورنا يبدأ قبل تصنيع الدواء من حيث سحب العينات وتحليل المواد الأولية. المواد الأولية معناتها المواد الفعالة وأيضا المواد المصاحبة لها، وأيضا المواد المخصصة لتغليف المواد النهائية. فبعد تحليل هذه المواد حسب النظم العالمية كالفارماكوبيا الأوروبية، يتم إعطاء الضوء الأخضر لاستعمالها في عمليات التصنيع. دور المختبر لا يتوقف عند هذا الحد، فوجود فريق لنا على مختلف خطوط الإنتاج
لتحليل العمليات المختلفة لتصنيع من الخلط إلى ضغط الأقراص إلى تعبئة القوارير والتغليف الأولي والنهائي للدواء. دور ضمان الجودة لا يتوقف عند جودة المواد الأولية والمنتج النهائي، بل يتعداه أيضا إلى ضمان جودة الماكينات المستعملة، ضمان جودة الظروف المحيطة بعملية التصنيع كالهواء المعقم الماء المعقم، وضمان جودة العاملين في هذا المجال، مجال التصنيع، مجال التخزين، ومجال تحليل الأدوية، وذلك من خلال التدريبات المتعددة الدورية التي تعطى لهم من خلال جميع طول السنة. أكيد مختبر فارماسانك يشارك في المجهود الوطني من أجل ضمان وجود الأدوية وتوفيرها بالنسبة للمواطن المغربي وكذلك على طول التراب الوطني وكذلك بالنسبة لكل المرضى في القارة الأفريقية. فعلنا وتيرة تصنيع الأدوية التي تستعمل في البروتوكول العلاجي للكوفيد 19. فمثلا بالنسبة لنا أدوية الأزيتروميسين، أدوية اللاموكسيسين زائد الأسيد كلافيولانيك، بالإضافة إلى عدة أدوية مصاحبة للبروتوكول العلاجي. مختبر فارماسانك الرائد إفريقياً في مجال الصناعة الدوائية تأسس سنة 1985، يعتبر المزود الأول للمستشفيات المغربية من الأدوية، بحيث ينتج سنوياً أزيد من 800 مليون وحدة. هذه العلامة التجارية المغربية في مجال الصناعة الدوائية تسعى في الوقت الراهن لتوفير العلاج لأكبر عدد من مرضى كوفيد-19 بالمغرب، مع مراعاة أفضل معايير الجودة المصرح بها دولياً. هذه المجموعة هذه تطورت، هذه دابا أكثر من 35 سنة بأن كاين هذه المجموعة وشركة فارماسانك اللي حالياً تطورت وبدات كتعمل حتى في ميادين أخرى اللي هي لابارا فارماسي. تتوظف أكثر من 1500 شخص عبر العالم. علاش تنقول عبر العالم؟ باسكو ما كاينش غير هنا في المغرب، عندنا الناس ديالنا اللي كاينين في افريقيا، الحمد لله تنخدموا بزاف مع الدول الافريقيه، وعدد الموظفين بالاجمل ديالهم هي 1500 تقريبا 1500 موظف. كسائر المغاربه وكسائر الشركات المغربيه، يعني داك روح المواطنه اللي هضرت عليه قبيله، فشركه فارماسانك واسره الحلوف الهلالي قرروا انهم يساهموا بيان سوغ بواحد المبلغ مالي للصندوق، ويساهموا ايضا بادويه لي ديسبوزيتيف ميديكو. للاجمالي القدر ديالو الاجمالي ديال هذه المساهمه هذه هي 8 مليون دو ديغام. تنديروا كل ما في جهدنا اننا نعطيو بيان سور لي زوبيتو، لان فارماسانك هي لو فورنيسور نيميرو 1 ديال لي زوبيتو ماروكان. نعطيو وسعنا الادويه في الوقت المناسب بالجوده اللي مولفين انها تكون عند فارماسانك، وباش اننا نعاونوا بيان سور لي زوبيتو. المختبر تمكن على امتداد 35 سنة من تحصيل جوائز عالمية في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية عالمياً، كان آخرها جائزة أفضل مستثمر عربي في مجال الصناعة بدبي، وجائزة التعاون بين بلدان الجنوب، بالإضافة إلى جائزة بمعرض فرانكفورت بألمانيا بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات. هذه الجائزة حصل عليها المختبر بناء على مساهمته في جهود الرامية للقضاء على التهاب الكبد الوبائي جيم، بعدما ترشحت للجائزة أزيد من 200 شركة عبر العالم. بعد الفاصل سنتطرق لأزمة السياحة في زمن كورونا. ضربت أزمة كورونا بشكل قوي قطاع السياحة في المغرب بعد تراجع عدد الوافدين ب 70%، فألغيت الحجوزات وتوقفت الرحلات وتعطلت آلاف الوظائف وسرح مئات العمال. في سياق هذا التحقيق سنرصد لكم تأثيرات هذه الأزمة الصحية على بعض المؤسسات السياحية الوطنية التي توقفت عن العمل وتضرر أربابها وعمالها. ها
هكذا كانت الحياة في البلاد قبل أن تعصف بها أزمة كورونا. مواقع سياحية تنبض بالحياة، ومعالم وشوارع تعج بالمغرب والسياح الأجانب، وألوان الفرح تزين المكان، إلى أن حلت الجائحة وفرضت واقعاً جديداً يوحي بأن شيئاً لم يكن. فنادق خالية ورحلات ملغاة ومعالم سياحية مغلقة، وما زالت قائمة الخسائر تتوسع يوماً بعد يوم. قطاع السياحة يصنف اليوم من أكثر القطاعات تضرراً من تداعيات تفشي وباء كورونا. المقاهي والمطاعم، ومنذ تاريخ الإغلاق في 16 من مارس الماضي المقرر في إطار التدابير الاحتياطية للحد من انتشار الوباء، وأربابها يطالبون بخطة إنقاذ تخفف عنهم مرارة الأزمة التي عطلت مورد رزقهم الوحيد. القطاع ديال المقاهي والمطاعم تعرف تباينات كبيرة مجالية، خلاص كاين واحد الأعداد ديال العشرات الآلاف ديال المهنيين المغاربة اللي كان المورد الأساسي ديالهم والوحيد هو ديك المقاهي وديك المطعم. بعد القرار ديال 16 مارس خلاص صبحوا هاد الناس هادو بدون مريد عيش. حنا كجمعية وطنية رسمنا لجنة اليقظة، رسمنا كذلك رئاسة الحكومة حول مجموعة، وقدمنا مجموعة من المقترحات في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإيجار. قدمنا واحد المقترحات في التعديل ديال القوانين ديال الإيجار، كذلك قدمنا مقترحات تتعلق بالضرائب باش الإعفاء، واحد الشيء فيه واحد العدد ديال الضرائب خاصة هذه السنة هذه. كذلك قدمنا كذلك مقترحات تتعلق بالقروض باش تكون القروض شبه مجانية لهاد الناس هادو، على الأقل تغطية المصاريف الآنية والاستعجالية. للأسف الشديد كان ما كانش البنوك ما كانش في المستوى المطلوب، واحد العدد ديال الملفات اللي تم الرفض ديالها، وهذا في حد ذاته راه خلق ربك للمهنيين في هذه الفترة هذه. كذلك هذا الإشكال ولا هذا القرار ديال الإغلاق ترتبت عليه إشكالات كبيرة، من أهم الإشكالات ترتبت عليها هو المشكل ديال الكرة، واحد العشرات كذلك الآلاف ديال المهنيين اللي تتربطوا واحد العلاقة ديال الكراء مع الملاك ديالهم، صبحوا تيطلبوا حاليا هاد الناس هادو باش يأدوا المسؤوليات الكرائية، ومن حقهم لأن ربما تيعيشوا حتى هما كذلك تيعيشوا بداك الكرة اللي كاريين دوك الناس. كذلك كاينه فواتير ما مخلصاش، كاينه شيكات، كاين كذلك كيمبيالات، بالإضافة إلى مصاريف أخرى عديدة ومتعددة. تقدم الواجبات الكرائية شبح يلاحق عددا من أصحاب المقاهي، من بينهم خالد وهو مالك مقهى في الدار البيضاء، كبده قرار الإغلاق خسائر مادية بالنظر إلى عدم إمكانية توفيره للمداخيل الكافية من أجل دفع أجرة كراء المحل وأداء فواتير أخرى. خاصك شوط 3 مليون هذا غير الكرا، غير الصومة الكرائية، بل لي سو لي زوغ شارج، يعني كالويفي كالضو كلي فاكتور كلي شيك خارجين بزاف كمبيالات، يعني هادو اباغ هادو. شحال دابا انت عندك ديال لي شارج اللي كاين؟ وانا درت تقريبا شي 15 مليون 20 مليون خصنا نوجدو. هادوك الناس اللي خدامين عندك شحال من واحد وفين هما دابا؟ عندي 12 مستخدم، وحاليا في ديورهم تيعانيو تيقاسيو بزاف، وكاين منهم يعني داخل بلاصين يسيز، يعني تاخذ مع الدوله ديك دي ميل ديغا تستافد منها، وكلي غير المهيكل داخل قطاع غير المهيكل تاخذ منه 800 درهم، وتنظن بان 800 درهم ما غير كافي. حد ديما تعيطوا علينا حنا كارفا مقاهي، ونعيطوا نتعاونوا معاهم بطريقه اخرى ديالنا كنكون كو حنا تواكل عائله وحده كيف قلنا. وكالة الأسفار هي الأخرى باتت مهددة بشبح الإفلاس بعد توالي إلغاء الحجوزات وتعليق الرحلات بين عدد من دول العالم. واتخذت الدولة لوقف التراجع لدى هذه الوكالات إجراءات استثنائية بمصادقتها على مشروع قانون خاص بعقود السفر والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي. خرج واحد القانون 30-20 اللي هو تنشوفه أنا كرئيس فيدرالية تنشوفه بأن في صالح المستهلك، لأن تيحميه ما تيلغيش داك العقدة السفر ديالو، ولكن تيأجلها في المستقبل، تغيير الأجل ديالها يعني تغيير التواريخ ديالها نظرا لهذه الجائحة. لأن وكالة الأسفار فاش تتاخذ مثلا تسبيق ولا تتخلص من عند زبون جا خلص واحد فواياج أورغانيزي ولا ورقة طيارة بيي دافيون ولا هذا تيخلصها، إذا وكالة الأسفار تتخلصها،
من شركة الطيران أو لا تدفع عليها تسبيق على إذا كان سافر من دابا 3 شهور ولا شي حاجة. وبالنسبة للفنادق في برا حتى هما نفس الشيء، ألو بالنسبة للفنادق في المغرب حتى هما نفس الشيء. إذا كل شيء تيعطي دابا هذاك لي زافوار، سي سكون أبيل لي زافوار، هذا بحال وصل دين كوصل الدين. إذا هذا في صالح الجميع، وتنشوف واللي في صالح المستهلك هو أن بتأجيله السفر تحافظ على نفس السعر وخيط زاد السعر اللي تنشوفه أنا في نظري أن الأسعار يمكن لا تزاد. في المقابل أثار مشروع القانون جدلا في أوساط الجمعية الوطنية للمستهلكين التي رفضت مضامين المشروع ووصفتها بالمنافية لحقوق المستهلك، مطالبة بإعطاء الحق للمستهلك في أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية، أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع المبلغ المدفوع. وفي رحلة رصد تأثيرات كورونا على قطاع السياحة والسفر، انتقلنا إلى إقليم مديونة لدى شركة للنقل السياحي للقاء مهنيين بالقطاع والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لمحاصرة الخسائر الباهظة التي يتكبدها قطاع السياحة بسبب فيروس كورونا. تراسلنا مع مؤخرا مع المستشار ديال رئيس الحكومه السي سعد الدين العثماني، وعدونا بزاف ديال الحوايج ولكن لحد الان راه لا حياه لمن تنادي. لحد باغينا اول حاجه ان الابناك تاجل لنا السداد ديال المستحقات ديالنا بدون فوائد بدون ضعائر بدون اداء ديال المصاريف ديال الملفات ديالنا. لحد الان الابناك لا الجروبمون بروفيسيونيل دي ماروكان دي بون لا الابناك لحد الان كتراسل فينا، ولات عندنا لغه التهديد والوعيد من طرف الابناك. يعني الابناك دابا في هذه الحاله هذه هي حقها ان تطالب بالمستحقات ديالها، ولكن في هذه الحاله العجز وفي حاله ديال هذه القوه القاهره لان كتخليك انت ما عندكش حق حتى باش تخرج من البيت ديالك، وكيفاش غتامن لهاد الناس المستحقات ديالهم؟ حنا ما كنطالبوهمش باش انهم يسقطوا لنا هاد المستحقات، ولكن كنطالبوا بشي بديل، فتح سياسه الحوار، فتح واحد الباب اللي غيسمح لينا وليهم ما غيكونش المشكل لا ضرر ولا ضرار. عدد من المؤسسات السياحية تنتقد تعامل الأبناك في زمن الجائحة. النقل السياحي بجميع مكوناته يشتكي هذا الواقع الصعب. عبد العزيز سائق يعمل في النقل السياحي منذ سنوات، يعاني البطالة ونقص التعويضات المادية التي استفاد منها طيلة الحجر الصحي. من نهار بدأت هذه الجائحة وإحنا مريحين تقريبا العيشة ديالي شنقول لك العيشة يرثى لها. بالنسبة اللي بدات الجائحة حنا كنخدمو كسائقين مع السياحة، توقفت السياحة توقف هنا ماشي توقف عندنا. حنا دابا العيشة ديالنا راه يرثى لها، عندنا وليدات والكرا، وبالنسبة للمبلغ اللي كيعطيونا لا سي ان اس اس ما كافينيش، كتعطيني 2000 درهم ما كافينيش، وانا ما عنديش الحق التنقل. فاجعنا هذا الوباء هذا، ونتمنى من الله الحكومة دير لنا شي حل، لأن علاش حنا الباترونات ديالنا مأزمين بزاف أكثر من القياس، لأن تا هما عندهم ديون، عندهم بزاف الالتزامات مع البنوك، وتا حاجة ما دات لهم، وما يمكنش هو يخلصني أنا ما خدامش، ما يمكنش يخلصني أنا، وبالنسبة لهذا المبلغ اللي كيعطيونا راه ما كافينيش. تلقي أزمة كورونا بظلالها على الاقتصاد المغربي في كافة قطاعاته، فحالة الإغلاق التي تشهدها البلاد منذ مارس الماضي للحد من انتشار الفيروس ستكلف قطاع السياحة هذا العام خسائر تقدر ب 34 مليار درهم في إيرادات السياحة الإجمالية، خاصة وأن 87% من المؤسسات أغلقت أبوابها. مع زيادة قيود السفر حول العالم للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، يبقى من الصعب تخيل كيف سيبدو قطاع السياحة بعدما تنقضي الأزمة، وهل سيكون قادراً على العودة والانتعاش من جديد كما فعل من قبل مع الأزمات السابقة. بعد الفاصل سنرصد لكم المجهودات المبذولة من طرف جمعيات المجتمع المدني للقضاء على الوباء.
بعدما اجتاح فيروس كورونا المغرب ومع فرض الحجر الصحي بالبلاد، اضطرت ملايين الأسر التزام بيوتها وإيقاف نشاطاتها. الأرقام الأخيرة تحدثت عن أن ثلث الأسر تقريباً وجدت نفسها بدون أي مصدر للدخل، ووفقا لدراسات أخرى ألف الأسر لم تتلقى الدعم المخصص من طرف الدولة للمتضررين من الجائحة. وبين كل هذا وذاك، تتجند جمعيات المجتمع المدني للتخفيف من حدة الضرر الناتج عن الوباء من خلال مجموعة من المساعدات سواء مادية أو معنوية. جمعية المجتمع المدني في مواجهة كورونا، لنشاهد. هكذا كان المغرب قبل شهور قليلة، أزقة مكتظة وشوارع لا تهدأ فيها الحركة، أسواق وباعة وحركة دؤوبة، مشهد لم نعد نراه اليوم. الأزقة أضحت فارغة والشوارع خالية والحركة صارت مقيدة. المغاربة اليوم مطالبون بالإدلاء برخصة التنقل الاستثنائية لتبرير سبب مغادرتهم لمنازلهم. إجراءات جاءت ضمن فرض الحجر الصحي بالبلاد وإعلان حالة الطوارئ، والسبب فيروس كورونا. منذ انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 بالبلاد، تحركت العديد من الفعاليات الجمعوية على عدة جبهات ضمن دائرة استهداف الفيروس التاجي وكسر شوكته من خلال مبادرات عدة تروم التخفيف من آثار هذه الجائحة، مبادرات تتوزع بين إيواء من لا مأوى لهم وتوزيع مساعدات غذائية وأخرى تحسيسية وتوعوية. هنا بمنطقة الأزهر وبقاعة الرياضات بادرت مصالح عمالة مقاطعة سيدي البرنوسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ بدء فترة حالة الطوارئ الصحية بالبلاد على إحداث مركز لإيواء ورعاية الأشخاص بدون مأوى بهدف توفير حجر صحي آمن لهذه الشريحة التي تعتبر أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. كنتواجدوا اليوم بهذا الفضاء هذا في إطار التدابير الاحترازية والوقائية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في هذه الجائحة اللي كعرفها العالم وكعرفها المغرب. كنتواجدوا كيف قلنا في هذا الفضاء هذا اللي تحدث في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل يعني تفادي تفشي لهذا الفيروس ولا هذا الوباء في صفوف هذا الأشخاص اللي كانوا في وضعية الشارع. كيف قلنا في إطار المبادرة وتحت إشراف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومع الشركاء ديالنا يعني اللي معهود دائما في إطار المبادرة، هما وزارة الصحة، المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، والمندوبية والمديرية الإقليمية للثقافة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة. هادو مجموعة ديال الشركاء المؤسساتيين اللي كيشتغلوا معنا في هذا الفضاء هذا، بالإضافة إلى الفاعلين الجمعويين أو الفاعلين ديال النسيج الجمعوي المحلي. ثلاث أهداف رئيسية من خلال إحداث هذا الفضاء هذا: أولا الحجر الصحي لتفادي تفشي الفيروس داخل أوساط هذه الفئات وهما في الوسط ديال الشارع. الهدف الثاني هو محاولة أو العمل على إعادة إدماج الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات ما بعد الجائحة، ما بعد هذا الحجر الصحي، وهذه المجموعة ديال 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 المستهدفين والمستفيدين اللي كاينين معنا في المركز اللي كنحاولوا أن نخدموا معاهم واحد المجموعة ديال الأمور اللي ممكن أنها ترجعهم لذاتهم. يعني بمعنى هذه الفترة هذه ديال التواجد في هذا الفضاء هذا تكون هي اللحظة ديال العودة إلى الذات واستشراف المستقبل بإيجابية أكثر. كاين واحد المجموعة ديال الفئات المستهدفة اللي كانت في الأصل كذلك مستهدفة في المرحلتين السابقتين الأولى والثانية في إطار برنامج ديال محاربة الهشاشة اللي كان هو يعتبر برنامج جهوي. من بين هذه الفئات كانوا مجموعة ديال الفئات اللي هما يعتبرون بدون مأوى بالنسبة للأشخاص المسنين، بالنسبة يعني غنقولوا المتسولين، غنقولوا مجموعة الأطفال في وضعية الشارع والشباب في وضعية الشارع، حتى النساء في وضعية صعبة كيف قلنا، واللي فيهم نساء أمهات عازبات وفيهم أمهات ولا النساء اللي تعرضوا للعنف جسدي أو لفظي أو كذا وما لقاوش ما عندهمش المأوى قار. هادو فئات
ضمن فئات ال11 اللي مستهدفه في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في الدار هذا الفضاء هذا. هذه المؤسسه الاجتماعيه تتوفر على اجنحه للنوم مخصصه للاناث والذكور ومطبخ مجهز بالمعدات اللازمه لضمان اكل جيد. المركز يعتمد مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس بين النزلاء، وذلك من خلال المراقبة الطبية التي يخضع لها هؤلاء بشكل دوري، كما يتم إخضاع النزلاء الجدد لمجموعة من الاختبارات الطبية قبل استقبالهم داخل المركز. العدد المستفيدين والوافدين على هذا المركز اللي حدود الآن يعني منذ الافتتاح ديالو في 30 مارس 2020 الى حدود اليوم استقبل هذا المركز هذا 86 حاله ما بين ذكور واناث، في 52 ديال الذكور ما تبقى اناث. فهاد المستفيدين والوافدين اصلا كيجيو عن طريق توجيهات ديال السلطه المحليه او الدوائر الامنيه اللي كيكونوا كيعملوا على مجموعه ديال يعني في اطار التدابير اللي كدارها السلطه المحليه والسلطات الامنيه، انهم كيشوفوا كيراقبوا التطبيق مدى تطبيق ديال الطوارئ ديال الفتره ديال الطوارئ الصحيه، فبالتالي كيلقاو مجموعه ديال الناس في وضعيه الشارع كذا، فكياخذوا دوك الناس كيوجهوهم لنا عن طريق توجيه وكيجيبوا معاهم. اول حاجه لما كيوصل عندنا المستفيد ولا الشخص المعني رفقته اللي يجيبونا القائد المرحله اداريه او لا ضابط شرطه او لا هذا او لا عميل، فكيجيو هاد الناس هادو. اول حاجه كنديروا هي التعقيم الخارجي قبل ما الدخول ديال المركز، كيكون كيتم التعقيم ديالو، التعقيم ديال الادوات اللي كيجيب معاه والحاجيات اللي كيكونوا عنده. فالحاجيات اللي كيكونوا معاه والادوات اللي كيكونوا معاه كنخليهم خارج برا، ما كندخلوهمش ما كيدخلوش. اول حاجه كيتم القياس ديال درجه الحراره ديال الجسم، كنشوفوا الاعراض ديال هذا الوباء وهذا الكوفيد بناء على التوجيهات ديال الطبيب. الا كان وجود طبيب فكيدخل عند الطبيب مباشره، كان هذا كنتسناو الطبيب حتى كيجي، ممكن يبان لنا الاعراض كيبان لنا كذا، كنتاكدوا ان الامور ما فيهاش ضرر. التدابير الوقائية تنطلق عند الباب، عندما يصل الوافد نقوم بتعقيمه كليا، ثم مرحلة الاستحمام، ثم تشغيل الملابس، الحلاقة، ثم التطبيب. الأطباء المتخصصون كل حسب تخصصه، هناك طبيب نفساني يزور من حين إلى آخر وينصت إلى جميع الحالات، كذلك أطباء من خلال الحالات المرضية، اللي عنده حساسية، اللي عنده واحد العدد ديال الأمراض اللي كيعانيوا منها. نزلاء هذا المركز يستفيدون من الرعاية الاجتماعية الشاملة وجميع الحاجيات الضرورية التي تحفظ كرامتهم، كما يتم مواكبتهم اجتماعيا ونفسيا وإعادة إدماجهم وتأهيلهم من جديد. بالنسبة للمستفيدين اللي كاينين معنا هنايا، أولا كنعرفوا الظروف ديال الشارع كيفاش دايره، كنعرفوا الوضعيه ولا الشخصيه يعني النمط ديال الشخصيه ديال الانسان اللي كيعيش في ظروف وسط الشارع، لان هي كاين ظروف اللي دفعته انه كان ولا في هذا الوضعيه ديال الشارع، فبالتالي كيكون شويه الاكتئاب، كيكون شويه ديال كتكون واحد العقد نفسيه كذا، كاين واحد مجموعه الامور. فحنا كنحاولوا امكن لما كيكونوا معنا هنا من خلال الانشطه اللي كنحاولوا نخدموا عليها، هي انشطه اللي ممكن انها تخلي الانسان يحس بذاته ويعرف ذاته ويتواصل مع ذاته هو الاول، هذا ممكن يتواصل مع الفضاء الخارجي، هذه مرحله اولى ديال التواصل اول حاجه هو يتواصل مع ذاته هو الاول، يعرف واحد المجموعه ديال الامور مع راسه، ومن ثم وكاين حتى مساله اخرى هي في ثيرابي دو جروب كتتيح الامكانيه لكل واحد انه يعبر على ذاته، يعبر على الوضعيه ديالو، يعبر حتى على الطموحات ديالو والامال ديالو. ما يخص الدور ديالنا كما قلت لك هو تنستقبلوهم، تنستمعوا لهم، تنعرفوا ليستوريك ديالو، ديك الوضعيه الاجتماعيه ديالو، شنو هو التاريخ ديال الحاله ديالو قبل ما يوصل عندنا. من طبيعه الحال فاش يوصلوا عندنا تيوصلوا عن طريق السلطات المحليه او الامن الوطني، هادو هما اللي تيوجهوا لنا معظم الحالات. فيما يخص الوافدين او المستفيدون فاش تيدخلوا هنايا تيكون واحد الحجر المؤقت ديالهم، حجر صحي مؤقت هنا داخل المركز، بالخصوص الوافدون الجدد. من بعد تيلتحقوا بالوافدين اللي تيكونوا ديجا كانوا عندنا، تيكونوا تنشتغلوا معهم طيله ايام الاسبوع فيما يخص المواكبه ديالهم الاجتماعيه والنفسيه، بالتنسيق من طبيعه الحال مع البسيكياتر، بالتنسيق مع فريق العمل هنايا.
طاقم هذه الوحدة الاجتماعية يعمل بشكل دؤوب لتوفير جو عائلي وتضامني للنزلاء من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتوعوية. وكما قلت هناك برنامج تنشيطي وبرنامج بيداغوجي مميز كأننا داخل مخيم، بحيث أن هناك قائد، هناك كلمة اليوم، هناك فراق، هناك برنامج تنشيطي ينطلق انطلاقا من الساعة الواحدة إلى غاية السادسة مساء، فيه مسرح، فيه محاربة الأمية، فيه تنمية ذاتية. فيما يخص الأنشطة المواكبة داخل مركز الإيواء، كاين واحد الأطر اللي مختصة، مثلا كاين الكوتشين، كاين تنمية القدرات الذاتية، كاين بعض الأنشطة الترفيهية، بعض الأنشطة الثقافية، بعض الأنشطة التحسيسية. هادو كلهم أنشطة اللي تتكون داخل المركز. علاش؟ حيت معظم المستفيدون هنايا أو الوافدون تيكون عندهم هذاك، باش ما يكونش عندهم هذاك الفراغ طيلة مدة هذا الحجر الصحي، باش عاوتاني يكونوا كفاعلين داخل المركز، ضروره تنواكبوا معاهم هذه الانشطه وتتكون المتابعه من طبيعه الحال والتتبع ديالهم. حاولنا في ظل هذه الظروف، هذا الوباء وهذه الجائحه العالميه، على اننا من الموقع ديالنا كمؤطرين او كمسرحيين اننا نجيو ونضيفوا واحد اللمسه ونحاولوا نرسموا الابتسامه والفرحه على وجوه هذه الفئه هذه بطبيعه الحال. الحمد لله كنشتغلوا معهم ورشات في المسرح كيف ما كيعرف الجميع، لانه المسرح كصفه ابو الفنون. كنشتغلوا معهم ورشات في التكوين او ورشات في الشخصيه، تقويه الشخصيه وتقويه القدرات. والحمد لله كاين واحد الاقبال من عند الفئات بطبيعه الحال، لا البنات ولا الاولاد، والحمد لله لمسنا لانهم كاين واحد الملكات وكاين واحد الموهبه في المسرح وفي مجالات اخرى بطبيعه الحال. هنا بهذا المركز يعيش أكثر من 80 نزيلا ونزيلة، دفعتهم الظروف إلى اللجوء إلى الشارع، ولكل واحد منهم قصة. الظروف التي جعلتني آتي إلى هذا المكان، كنت أعمل في مدينة الدار البيضاء وأحاول العودة إلى مدينة العرائش، ولكني لم أجد وسيلة النقل، مما اضطرني إلى الجلوس والبحث عن مكان للمأوى. وقصدت عمالة البرنوسي، وجدت أشخاصا مدوا لي يد المساعدة، والحمد لله ها أنا هنا بين عائلتي وأصدقائي وأحبتي. كندير الخياطة ملي مع الجائحة وقع السدة ديال الحوانت، أنا باركي الله والأكثر، هادشي اللي كاين. جينا هنايا بخير، واكلين شاربين ناعسين بخير وعلى خير الحمد لله، كاين حتى إشكال. تنفكر فيها غنمشي فيها ها جواد الناس هادو، الحمد لله هما اللي وقفوا معايا هما اللي جابوني لهنا، تكلفوا بيا تاوني دوزوا ليا عطوني حوايج. صراحه لقيت داكشي اللي لقيت هاد الناس ما لقيتوش في عائلتي اللي لاحتني الزنقه، ما لقيتو في هاد الناس. هذه المؤسسة الاجتماعية تتطلع بدور المزدوج يتمثل في التخفيف من تأثير حالة الطوارئ الصحية على هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون وضعية هشاشة، ومساعدة الأشخاص الأكثر عزيمة على العودة إلى حياة أفضل بعد الخروج من الأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد. فيما يخص كاين حاجة مهمة اللي تركز عليها بزاف اللي تنشتغلوا عليها بالاساس، هي ما بعد او ما وراء الحجر الصحي. هنايا تنشتغلوا مع جميع الاطر هنايا ومع المؤسسه باش يكون واحد الادماج او اندماج ديالهم داخل المجتمع، او سواء في بعض المهن، سواء من الناحيه الاجتماعيه والنفسيه. هذا هو الدور ديالنا كمؤسسه والدور ديالنا الاساس ما بعد جائحه كورونا ان شاء الله ملي تزول. الهدف ديالنا هو اننا غنخدموا على ان 90% من المستفيدين انهم يكونوا من بعد مستقرين اكثر، ويكون عندهم احسن من يعني المستقبل احسن من الماضي، ونساو الماضي ويكونوا مستقرين احسن، ويكونوا زعما بل ما نقول منتجين لانفسهم ومنتجين ومندمجين في المجتمع. وعلى غرار الإجراءات التي اعتمدها المغرب للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على الأسر المعوزة عبر توزيع مساعدات مالية لفائدتهم، انخرطت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في موجة التضامن والتآزر التي أطلقها الملك محمد السادس. مجموعة شباب الخير واحدة من الجمعيات التي تعبأت لهذا الغرض، وبادرت بتوزيع حوالي 1200 قفة تشمل المواد الغذائية على الأسر المعوزة والأرامل.
مهم، وكما كيعرف الجميع ان الاعضاء ديال مجموعه شباب الخير وكذا كالجمعيه انها تتشغل في هذا المجال الاجتماعي، حاولنا باش اننا نكونوا جميع في صف واحد من اجل اننا نقدموا المساعدات لهذه الاسر هذه اللي غادي تضرر او الاسر اللي تضررت من جائحه كوفيد 19. والحمد لله الاعضاء ديال المجموعه لحد الساعه وصلنا اننا نخصوا حوالي 1250 قفه لحد الساعه، وتنستهدفوا بهذه القفاف هذو او هذه المساعدات هذه حالات اجتماعيه متنوعه، من بينهم الاسر المعوزه، النساء الارامل، كذلك النساء المطلقات، وبمعنى عام ان الاسر اللي هي ما غاداش تستافد من هذا الدعم اللي خصاته الدوله. والحمد لله الاعضاء ديال مجموعه شباب الخير باعتبارنا وكنعتبروهم دائما في جميع الانشطه هما سفراء ديال المجموعه في الاحياء ديالهم، والمساعدات راه هي كانت في الاول ديال الجائحه كنا قمنا بمجموعه ديال التحويلات ماليه لبعض الاسر اللي خارج مدينه الدار البيضاء، خصوصا اننا كيف ما دوينا على التزام خصنا نلتزموا حتى ورقه ديال التنقل الاستثنائيه ديالنا انها ما تسمحش لينا نغادروا المنطقه ديالنا بحكم انتماء ديالنا لمنطقه سيدي مومن. كذلك كان مساعده في واجب الكراء ديال بعض الاسر، كان كذلك كانت هذه المواد الغذائيه اللي درنا في القفه كانت كتنوع، كانت بعض المواد الاساسيه كانت خضروات، والحمد لله يعني نقدروا نقولوا ان القفه اللي كنعطيو لهاد الناس هذو كنحرصوا على باش انها تكون قفه متكامله، تتوفر على السكر، كتوفر على الشاي، كتوفر على القطاني، كتوفر على المواد ديال التنظيف كذلك. مبادرة تعكس قيم التكافل والتآزر بين المغاربة، وتأتي في إطار الرفع من معاناة الأسر المتضررة من تفشي كوفيد-19، كما تهدف إلى تشجيع الشباب على الانخراط في مثل هذه المبادرات التضامنية. هو المبادرة اللي كديرها مجموعة شباب الخير، وكيعرف في جميع أن دائما كنشتغلوا في هذا المجال الاجتماعي والمجال الإحساني. الحمد لله الاعضاء ديال مجموعه شباب الخير دائما كيكونوا سباقين لهذه المبادرات الخيريه، والغرض من هذه المبادره هذه هو اننا نبرزوا نبينوا للعالم ان المغاربه معروف عليهم التآزر والتضامن والتآخي، باش من اجل اننا نكونوا كما قلنا وسبق اننا نكونوا يد وحده ويد وحده مع بعضياتنا ترفع علينا الله هذا الوباء هذا. عملية الاستفادة من القفة تتم وفق معايير عدة، أبرزها الحاجة والظروف الاجتماعية التي تمر منها الأسرة، وتحديد الأسرة التي لم تستفد من صندوق كورونا، والأشخاص الذين فقدوا مورد رزقهم جراء انتشار الفيروس. أولاً أول حاجة كما نعرفوا جميع هو أن لابد هذه الأسر هذه تكون ما استفدتش من الدعم اللي خصته الدولة لهذه الأسر اللي هي تضررت من جائحة كورونا. وثاني حاجه ان هاد الاسر هادو خصنا نكونوا كنعرفوهم جد المعرفه، يعني ماشي غير اللي جا لعندنا طلب الدعم ولا طلب المساعده اننا كنقدموا ليه، كتكون واحد اللجنه مختصه اللي كدير المعاينه ديالها وكتعرف كتوقف على كل كبيره وصغيره بخصوص هاد الاسر هادي اللي كتقدم لنا بطلب الدعم ديالها. يعني كتمر الامور بمجموعه ديال المراحل، تنستقبلوا طلبات ديال هاد الاسر هادو، ومن بعد كنديروا عمليه ديال المعاينه ديال هاد الاسر هادو، تتخرج واحد اللجنه هي اللي مختصه في المعاينه ديال هاد الاسر هادو، باش نشوفوا فين ممكن اننا نعطيو الاولويه لهاد الاسر هادو وفين ممكن اننا ناجلوا. يعني كتكون واحد الطبيعه ديال الشغل ديال المجموعه اللي مبنيه على مراحل كثيره وكثيره، عاد باش يتم الاختيار ديال شكون هما هاد الاسر اللي غادي يستافدوا في هاد الظرفيه هذه. اعضاء هذه المجموعه الشبابيه يحرصون خلال عمليه توزيع المساعدات بالتقيد بوسائل الوقايه والحمايه وشروط النظافه لتجنب الاصابه من فيروس كورونا. حنايا كاعضاء ديال مجموعه شباب الخير يعني اول وحدين لازمنا اننا نكونوا ملتزمين بالقرارات وملتزمين بشروط السلامه الصحيه، يعني كنحاولوا ما امكن اننا نقوموا بعمليه ديال التعقيم ديال المواد اللي تنستعملوها ولا اللي كنعطيو لهاد الاسر هذه، كذلك في عمليه ديال الاقتناء ديالنا من هاد المراكز التجاريه كنكونوا حريصين كل الحرص من اجل اننا نكونوا تنتحركوا في ظروف وقائيه،
وكذلك في اجواء ديال الشغال ديالنا هنا في المقر ديال الجمعيه او في المقر ديال التحضير ديال هذه القفاف هذه، تنحاولوا ما امكن اننا نكونوا ملتزمين واول وحدين ملتزمين بشروط السلامه الصحيه والتعليمات اللي وضعتها وزاره الصحه. عمليه خلفت ارتياحا في صفوف الفئات المستفيده، خاصه ان مثل هذه الالتفاتات التضامنيه يكون لها الوقع الحسن في صفوف الساكنه. اه الشباب الخير هما اللي كيجيو عندي دابا كيتعاونوا معايا في هاد كورونا ثالث مره وانا كنستافد منهم. عندي ربعه البنيات وانا ارمله ميت لي الراجل، هما كيجيو مني بدات كورونا هما كيتعاونوا معايا كيعاونوني مزيان كل ثالث مره وانا كنستافد بالفهم عندي. ما استفدت من عند حتى من شي بلاصه اخرى من غير شباب خير. ولا فخدم كنخدم هكا في عند العيالات، واني دابا ملي جات كورونا ما كانت لا خدمه لا والو، كاينه لا خدمه للولاد هما اللي تعاونوا معانا. ما عندي لا فلوس لا مدخول لا والو، ما عندي لا مدخول لا حتى حاجه. ما يمكنش لينا غادي نستثنيو ان شي اسره كما كان المستوى المعيشي ديال الاسر في هذه الظرفيه هذه، والا غادي تكون ضرات من هذه الجائحه. وكاين واحد النقص في المدخول العام اللي كان كيدخلوا هذه العائلات هذه، وخصوصا اننا حنايا تنتميو لواحد الحي اللي هو شعبي، يعني معظم الاسر كيكون عندهم واحد المستوى اللي هو محدود ديال 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 الدخل اليومي ديالهم. وصراحه انا ماشي بالسهل ملي كتمشي عند اسره اللي هي كتعاني الامرين في هذه الظرفيه هذه وكتمشي تتقدم لها واحد المساعدات، سواء ما غنقدروش نحدوا هذا النوع ديال المساعدات. دونك راه كتشوف الارتسامات ديال هاد الناس على الوجوه ديالهم، والحمد لله ان غير هذوك الدعاوي ديال الخير اللي كنتلقاوهم من هاد الناس هادو راه ممكن كتقول احسن حاجه ممكن تاخذها في هاد الدنيا هذه. الله يجازيكم بخير. امين. في الوقت الذي عملت فيه جمعيات المجتمع المدني على توزيع المساعدات المالية، قامت أخرى بعملية تحسيسية وتوعوية منذ تفشي الجائحة، عملية تحث المواطنين على ضرورة التقيد بشروط النظافة. هذه الجمعية تطوعت لهذا الغرض وقامت بتوزيع كمامات وقية ومعقمات على المواطنين في خطوة تهدف تقريب وسائل الوقاية من فيروس كوفيد 19 من المواطنين. هدف ديال الجمعية وهو أننا نساهموا يعني على حساب الاستطاعة ديالنا، كما شفتوا من قبل هذوك لي ديزانفيكتون سواء اكستيريور ولا بحال هاد لي جيل ديزانفيكتون أما. من الوقيته اللي بدا الحجر الصحي بدينا هذه المبادره هذه باننا كنوزعوا كمامات كما هادو كما انواع اخرين اللي كنا كنوزعوا من قبل الاخرى اللي في تي بي اللي ميديكال، هادو كنا سورتو كنوزعوهم المراكز ديال تحقن الدم، يعني المناطق اللي فيهم يعني كيلتقي يعني الناس اللي كيواجهوا مباشره هذاك الخطر ديال المرض، يعني اللي في المواجهه كما المراكز ديال تحقن الدم كما بعض المستوصفات الخاصه. من بعد ولينا كنفابريكيو هادو هنايا اونيفو لوكال وكنوزعهم يعني المواطن البسيط اللي ما في استطاعتوش انه ياخذ كمامه ولا ما توفراتش ليه في بعض المناطق. أعضاء هذه الجمعية يجهزون لبدء عملية توزيع الكمامات الوقية والمعقمات ومطهرات الأيادي التي يتم إنتاجها داخل هذه الوحدة بمعايير تحترم سلامة وصحة المواطنين. لمنع المعقمات نتاع لي سيرفاس الخارجية إذا كتكون مخالفة تماما للمعقمات الشخصية. علاش؟ لأن المعقمات الشخصية خص نراعيو فيها التركيبة نتاع البشرة، لان الكحول الطبيعه ديالو تيخسر تركيبه الكولاجين، اذا خص ماشي نركزوا فقط على الديزانفيكتون وعلى التعقيم ونهملوا الجانب الصحي نتاع البشره. لان بحكم التجربه ديال الاستيتيك والمواد ديال الجميل اذا كاينه خبره في هذا الميدان هذا. وبالنسبه ملي كنمشيو للمعقمات الخارجيه كنراعيو الملابس ديال الشخص، لان ممكن نعقمو برهيب الكلور ولكن الكلور غادي يضيع الصبغه نتاع الملابس، اذا خصنا نستعملوا واحد النوع ديال المعقمات اللي عندها فعاليه في نفس الوقت ما عندهاش تاثير خارجي بالنسبه للانسان. المعقمات على حسب نوع المعقم،
لا الكل وحده كيمكن له يعقم، ولكن شنو هي العواقب اللي كيدير على البشره؟ اذا على حسب الدراسات نتاع المنظمه العالميه للصحه ان هي الصابون كافي انه يعقم الفيروس كورونا، ولكن المده الزمنيه ديال 3 ديال الدقائق. المواطن بعض المرات ما كيستطاعش يجلس يغسل يدو 3 ديال الدقائق. المعقمات هي كثيره، ما كاينش لا الكول ولا المركبات اللي هيدرو الكوليك، كاين كثيره من البيروكسيد نتاع الهيدروجين لودوزون، يعني كثيره، ولكن كنحاولوا نخدموا بالمتناول اللي كاين في السوق. الور شنو كيبقى؟ تيبقى التركيز نتاع النسبه ديال نتاع الماده الفعاله المعقمه في البرودوي، والمده الزمنيه نتاع نتاع التعقيم. هذه العملية تلتها حملة تعقيم جابت مختلف شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية. هنا بمنطقة حي الألفة تطوع أعضاء الجمعية مرفوقين بآلياتهم الخاصة بتنظيف الأزقة والشوارع والأماكن الحيوية التي يقصدها المواطنون للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، مع توزيع كمامات على الساكنة، مبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الساكنة إزاء خطورة هذا الوباء. اليوم جينا للمنطقه ديال الحشفات اللي هي تتشامل على الزبير، الناعم، الخزامه، كاع المناطق ديال اللي محسوب على الدائره ديال ملحقه ليمون، اللي بحقيقه اليوم جينا نعقموا كاع الشوارع ديالها وكاع المنازل وكاع الاماكن اللي فيها ازدحامات، مثلا كليفون، كالادارات عموميه، ك الادارات بحال مثلا ليفون، مخبزات، كاع اللي هي فيها اجتماعات وفيها الناس تيتراكموا عليها بزاف، حنا اليوم تنعقموهم. وحنا درنا خدينا هذه البديره، خدينا بقلوبنا وما خدينا بشي حاجه اللي فرض علينا شي واحد، بالعكس حنا لبينا الطلب ديال الوطن. بدات ملي بدات كورونا، ومن بعد شفنا بان يعني البلديه راه كتقوم بالدور ديالها بالتنظيف ديال الشوارع، ولكن كاينين ازقه اللي كيتصعب الدخول ليها، خصوصا هذوك الازقه اللي كيكونوا ضيقين بحال في المدينه القديمه، ولا مثلا عندنا حتى هنايا في احياء شعبيين بحال هذوك لي سونغي اللي كيكونوا في البيبان حتى هما لي زانترفون لي بواني. اذا حنايا عندنا معدات اللي خفيفه وكتسهل علينا باش اننا نولجوا لهذوك المناطق اللي استعصى يعني على هذوك المعدات الكبيره انها توصل لهم. وهذا الشيء هذا كان راه كنخدموا يعني بشراكه مع السلطات وجمعيات واحده اخرى، يعني الصعيد، لا الصعيد هنايا الجهوي ديال كازا سطات، ولا حتى الصعيد الوطني، يعني عندنا تنسيقيات في مناطق اخرين. المبادرة لقت استحسانا وتجاوبا من طرف الساكنة التي جاءت تماشيا مع الاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا. جاو عقموا تقريبا عقموا الحي كامل عقموا، وهذا بالنظر ديالنا حنا كلشي كمواطنين كنشوفوا في هذا الشيء، وهذا الشيء كنفتخروا به، هذا الشيء راه مزيان، كيخافوا على وليداتنا. بالعكس، لان الناس دابا ولات تيصحوا بحال هذه البادره من هذه البوادر ماشي سهله، حتى الناس ولاو تيتقبلوها ولاو فرحانين لها، وتيخليك دير هذا البرودوي مثلا تعطي ليه في اليد ديالو ولا في لوكور ديالو وتيتقبلوا، اذا راه خداه بواحد الأراحية. هكذا إذن أبان الجمعيات المجتمع المدني عن مدى انخراطها في مجابهة فيروس كورونا ووقوفها جنبا إلى جنب مع السلطات للتصدي لهذه الجائحة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، نضرب لكم الموعد الشهر المقبل مع حلقة جديدة ومواضيع شيقة، فكونوا في الانتظار.